كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم صالون صحة وكمال. صالون النهاردة هيكون في موضوع هو شائك وسيظل شائكا، هو الصراع ما بين الرجل والمرأة. امبارح طرحت استفتاء كده اخد فيه آراء الناس، من السبب في فشل العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة؟ انهالت الرسائل والتصويتات على انه الرجل هو السبب بنسبة 74%، وطبعا ده كان رد معظم البنات انه الرجل هو السبب. على النقيض في بعض البنات قالت انه احنا السبب. على النقيض الاخر انه الرجال يروا انه المرأة هي الاكثر نكدية والاكثر تعقيدا والاكثر تكبيرا للامور والاكثر 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 الى ما لا نهاية. خلونا نفتح الموضوع ده أناقشه بشكل أكثر علمية وبشكل أكثر تربوية واستفادة. هدفي من الحلقة ليس الجدال بدون معنى، أتمنى في هذه الحلقة أن نخرج جميعا بنتائج إيجابية لتحسين العلاقات الاجتماعية وتقليل نسب الطلاق في الوطن العربي بشكل كامل. قبل ما نبدأ الحلقة خلوني أرحب بضيوفي الكرام، مستشار الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية محمود الحسيني، أنا برحب بيك. أهلا بك. أهلا بيك ومنورني دايما. أهلا بيك. دكتورة زينب أحمد نجيب الخبير الاجتماعي واستشارة العلاقات الأسرية، أنا برحب بيك. أهلا بيك. أنا هبدأ بيك عشان محدش يقول إنه في تفرقة عنصرية، فخلينا في البداية أبدأ على طول. اتفضل. من السبب في ازدياد المشكلات بين الرجل والمرأة؟ هل الرجل ولا المرأة؟ شوف حضرتك، مفيش حاجة اسمها مين السبب، الرجل ولا المرأة. في حاجة اسمها أصل، شوف أصل الأسرة دي شراكة، يعني مش بس راجل بيقوم بيها، مش بس امرأة بتقوم بيها، لا، هما الاتنين أركان البيت الأساسية. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله. عايزين نقول حاجة، عايزين نقول إن مش لازم أنا أفضل أدور على عيب في حضرتك علشان أطلع إن هو السبب، والعكس، مش هو يدور في عيب عشان يطلع إن أنا السبب في المشكلة أو أنا اللي بعمل المشكلة. لا، هي بصراحة أسباب كتير قوي، مش بس الراجل، مش بس المرأة، لا، ممكن يكون تدخل الحما بيعمل مشاكل، والقرايب، الظروف الاقتصادية، عدم فهم أنا للآخر مثلا، ما فيش أجاستمنت ما بينهم، ما فيش توافق ما بينهم في الأفكار، في المستوى الاجتماعي، المستوى الفكري، المستوى الاقتصادي. يعني بصراحة هي مجموعة يعني أسباب كتير قوي. ممكن تكون كمان في ناس عندها ثقافة شوية مش عايز أقول منحدرة، ولكن في عدم تقارب بينهم وبين بعض في وجهات النظر. لا، خليني أكثر وضوحا في السؤال ده. اتفضل. برأيك من خلال المشكلات اللي بتشوفيها، من الأكثر سببا في ازدياد المشكلات بين الرجل والمرأة؟ الاتنين. قولا واحدا. الاثنين. لا، الأكثر. الاثنين. الأكثر حتى ولو بواحد في المية. هقول لك ليه. هقول حتى ولو واحد في المية. هقول لحضرتك ليه. هو قولا واحدا. الرجل والمرأة. ما تقيسهاش كده خالص. ما تقيسهاش كده خالص. قيسها ازاي؟ لأنها تبع الموقف، على حسب الموقف، على حسب أنا المشكلة. أنا بتكلم بشكل عام. بشكل عام ما فيش حاجة أصلا، ملهاش مقاييس. مش شايف إنه في مقياس. مش 1+1=2 في العلاقات الاجتماعية متغيرة يا جماعة. العلاقات الاجتماعية دي حاجات نسبية. اللي أنا أشوفه ممكن أشوفه مثلا صح بنسبة 100%، قد يشوفه الدكتور مثلا 90%، قد تشوفه حياتك 50%. لا، أنا بتكلم وآخر يشوفه إن هي حالات الطلاق بيبقى في سبب للطلاق. تمام. الست بتقول إنه الراجل هو السبب، والراجل بتقول انه، والمراه بتقول ان الراجل لا، السبب. في الحقيقه احنا الاثنين السبب، لان احنا الاثنين ما وزناش الامور. انا انتوا الاثنين السبب. لا، دي حقيقه. كويس. لا، دي حقيقه. ناخد بقى على النقيض، من السبب في المشكلات بين الرجل والمراه، او الاكثر، المراه ولا الرجل؟ هو انا يؤسفني افاجئ بقولك ان انا موافقه برايي، لان هي لا راجل ولا ست. هو اللي هيتحقق فيه شرط من الاربعه دول هو اللي هيبقى سبب فشل العلاقه. كويس. اما معتقداته ملخبطه عن الجواز وعن الحياه الزوجيه وفكره المشاركه، عمل اللي شافه او عرفه، ومعظم النماذج ما كانتش الى حد ما ناجحه او سويه بشكل كبير، او ممكن تكون حالته النفسيه هو مش سوي نفسيا بشكل كبير. صحيح. وبالتالي العقد دي هتروح فين، هتطلع فين؟ بره احنا بنقدر نتجمل ونتكيف على الامور. بالظبط. اكلم مديري كويس، اكلم صديقي كويس، انما مراتي في البيت هكلمها زي ما انا. بالظبط. وبالتالي السواء النفسي برضو عامل مهم جدا جدا في النقطه. صحيح. دي كويس. فما اقدرش للاسف اقول لك انه لا، هي يا راجل يا ست، اللي فيهم عنده نقطه من دول هيبقى هو ده سبب المشكله. صحيح. النقطه الثالثه هي ان في بعض المفاهيم اللي دخلنا من طرق، بغض النظر ايه هي، بدات تشوش. لازم نعرف الطرق، بس قبل ما نعرف الطرق هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. يلا انا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم العلاقات بين الرجل والمراه، من السبب او اسباب الاكثر
شيوعا في المشكله بين الرجل والمراه. طبعا معايا المستشار الصحه النفسيه والعلاقات الانسانيه الاستاذ محمود حسيني، انا برحب بيك. اهلا بيك يا دكتور. نكمل بقى. وصلنا لانه في اربع نقط، الاربع نقط دول اذا وجدوا عند احد الطرفين بيكون هو السبب. جميل. كويس كده. ايا كان جنسه بقى. لان هنا في النهايه هو انسان، مش مهم جنسه قد ما مهم التصرفات اللي هيقوم بيها جوه العلاقه. كويس. فبتلاقي احيانا الراجل عنده شويه مفاهيم ملخبطه، وانا برضو مش هلوم الراجل ولا هلوم الست لانها تنشئه من البدايه. فالراجل ممكن تلاقي عنده مثلا فكره ايه، ان العصبيه دي حاجه لطيفه، حاجه جميله. بعض الامهات بتعزز السلوك العصبيه عند اطفالها، بس ما شاء الله ابني عصبي، بتبقى فخوره بده، فبيبدا يفتخر بسلوك العصبيه ويبدا يمارسه بعدين على شريكه حياته. ممكن بقى يكون في بعض الضغوطات اللي فيها ما كانش عنده متنفس، ما كانش عنده حد بيسمعه، ما كانش عنده حد بيقدر يدعمه، فهيبدا بعدين يعمل ده مع شريكته يا ما يعملوش تماما. ففي النهايه نقدر نقول ان بنسبه 90% التنشئه هي السبب. بعد مده طويله جدا من بلوغ الشخصين ومقابلتهم لبعض وبناء رحله كفاحهم سوا، هتبدا تظهر المشاكل اللي اتزرعت في اول 7 سنين في حياته. لكن الطبيعه النفسيه للمراه مفترض ان هي اكثر تعقيدا من الرجل، ممكن يبقى دي عامل؟ ربما، ولكن خليني اقول لك برضو يعني، ومش من باب المحايده والله، لكن هو الواقع بيقول كده، ان ساعات الراجل برضو بيبقى مش مفهوم. يعني ولكن لو هنقول مين الاكثر بقى؟ هنا ممكن اقول مين الاكثر. الست، الراجل ممكن يكون مش مفهوم لانه مضغوط، لان رتم الحياه بقى اسرع شويه، الضغوطات اللي عليه في وجهه نظره شايفها مقارنه بضغوطات الست اقل، او يعني انت ما بتعمليش حاجه، يعتبر قاعده في البيت. بس ده ما يدلوش الحقيقه ابدا ان هو يعني يتطاول، وان هو يحس طول الوقت ان هو الراجل بقى، فانا لازم بقى امارس سلطاتي، والعنف بقى يبدا يظهر، سواء عنف نفسي او بدني او حتى لفظي. طب ما المفروض لما هو يكون متضايق بسبب ضغوطات الحياه وهي عارفه ده، طب ما تتحمل. طب وهيك وهو كمان يتحمل، لان هي يعني رايي كده. خلي بالك حضرتك، اصل الست بتقوم باكتر من دور. الست بتاكل وبتشرب وبتودي النادي وبتودي للدكتور هو بس مصدر للرزق، ما اختلفناش، وفوق دماغنا من فوق. لا هو يعني هو الراجل مسؤول عن الراجل، مصدر للرزق يعني الراجل. مش قصدي هي كمان لا 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 يصرف. مش كده، ما هي كمان بتشتغل، هي امراه عامله وامراه برضو متحمله اعباء المنزل ومتحمله اعباء الزوج ومتحمله اعباء الاولاد، بتودي المدارس، بتودي النادي، بتودي للدكتور. المراه هي شايله العبء الاكبر، والراجل قاعد يا دوب يشتغل ويجي يضايق. المراه هي كل المجتمع يا فندم، المرأة كل المجتمع، نصف المجتمع بالفعل، وبترعى النصف الآخر منه. يعني شوف سبحان الله، يعني ربنا حطها في وضع كرمها، خلاها مسؤولة. أصل المرأة دي يعني هي الأم والأخت والزوجة والابنة والخالة والعمة، بترعى وبتربي. إذا كان الراجل هو راجل بالفعل، فالسبب اللي خلاها راجل كده هي امرأة، اللي ربت امرأة، اللي كبرت امرأة. يعني دلوقتي والعكس ايه بقى؟ العكس يعني لو كان الراجل فيه مشكله فالست السبب، مش لوحدها. عايزه اقول ما هو انا عايزه على النقطه دي. انا خلينا اتفق معاك، اذا اتفقنا ان المراه هي اللي بتبني وبتعلم وبتربي وبتكبر ومش عارف ايه، يبقى كل العيال الصايعه اللي طالعه في الشارع دول بسبب فشل المراه في تربيتها. لا يا فندم، يبقى اذا المراه هنا فشلت في التربيه وفي التنشئه. لا كتير قوي، لا اسباب كتير قوي. في مؤسسات كتير قوي مسؤوله عن تنشئه الابن، المدرسه مسؤوله، الكنيسه مسؤوله، الجامع مسؤول، الجامعات المصريه مسؤوله. لكن الاساس الام، اساس التربيه الاسره، الام ولا الاب؟ الام والاب الاثنين. يعني كده الاب ليه دور هنا؟ الاثنين طبعا، يعني طلع له دور هنا. الاب قدوه، الاب اساس. لازم الولد طول الوقت يبقى فيه هيبه للاب، يبقى فيه الاب قدوه، دايما بيشوفوه حاجه كبيره قوي. دايما انا ما تعملش الصوت عالي احسن، بابا نايم مرتاح. دايما برضو الام يعني توصل للولاد ازاي يحترموا باباهم، ازاي بابا ده خط احمر، ازاي انا كمان يعني على قد ما اقدر برضو اوفر له الراحه اللازمه، والولاد هيشوفوني كده هم كمان بالتبعيه هيحترموا باباهم، وكمان هيقدسوه ويحترموه، لان هو قدوه. انا يعني بستمد قوتي. طيب من الاب، أنا عشان بس ما اخرجش بره الجزئيه دي، فكره انه بنستمد قوتنا منين والجزئيه دي، لا انا مش عايز اتطرق للنقطه دي في التربيه. عايز اتطرق في النقطه دي كلها عوامل. لا انا عايز اتطرق في النقطه الاساسيه، ما بين الرجل والمراه، بعيدا عن خلاص هم نشأوا والمجتمع رباهم. ممكن نتكلم في النهايه بعد كده عن طرق التنشئه السليمه عشان يطلع لنا ناس اسوياء بعد كده. لكن دلوقتي احيانا الراجل بيبقى دلوقتي غالبا عشان يقضي احتياجات معينه في البيت محتاج الى الكثير من الوقت والمجهود عشان يقدر يعمل ده. المراه بتبقى محتاجه بعض المتطلبات بغض النظر عن عمل الرجل بيشتغل ايه، فلوسه كام، الكلام ده كله. هي لو معاه الفلوس دلوقتي هي محتاجه
الحاجه اللي هي عايزاها، لكن الراجل بطبيعته ممكن يبقى اكثر عقلانيه فبيرتب لبعد كده. شايف ان ده ممكن بيخلق مشكله ما بين الرجل والمراه؟ قد يكون عامل محفز لخلق مشاكل موجوده بالفعل، ولكن هو مش العامل الاساسي. خلينا ممكن نضرب مثال ممكن يكون شويه بعيد عن الموضوع. انا عجبني جدا اسم الدائره دي، لان الدائره اي حاجه على المنحنى تصلح تكون نقطه البدايه. فلو بنسال البدايه جت منين، الصراع جه منين، جه من حاجات كتير جدا. كنا بنقول قبل الفاصل ان في حاجات بتتدخل في التنشئه بخلاف كل اللي احنا قلناهم دول، اللي هي الميديا ليها دور قوي جدا ومؤثر طبعًا. جدا من مسلسلات، طبعا بدون ذكر اسماء، بس في مسلسلات بتزرع قيم سلبيه جدا وسيئه جدا ومضره جدا 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 على انها ده الطبيعي. فالشاب لما يخرج مفيش رقابه كويسه في البيت، مفيش مصادر موثوق منها هيكون منها مفاهيمه، هيكون مفاهيمه ومشاعره من مسلسلات، ويجيب البلطجي في صوره بطل ويعمله واكن بقى من التقليد الاعمى اللي احنا قاعدين نقلد طول الوقت. بقى الشباب بيشوفوا مثلا اللي متعاطي المخدرات والمجرمين والبلطجيه وبيقلدوا بقى، وبيشوفوا بيتعامل ازاي مع المدام في البيت بعصبيه، وبالتالي بيقلد. طيب عندنا استطلاع رأي كان بيقول ما هو سبب فشل العلاقات الزوجية ولماذا برأيكم؟ 74% الرجل السبب، 26% المرأة هي السبب. أستاذة منى خالد بتقول إنه الرجل السبب عشان الست بتدي اللي بتاخده. اديتها حب هتديك حب، اديتها قسوة هتديك قسوة. الست أوقات كتير بتدي حب وبيترد عليها بقسوة. الست ونسكت؟ لا، عشان الرجالة تعبانين في دماغهم، ما بيقدروش لا اهتمام ولا حب ولا احترام. شايف الرد ده ازاي؟ خلينا الاول بس ما ناخدش كلام الجنس اللطيف بمعناه الحرفي، لانها احيانا بتبقى بتعمم وهي مالهاش الا تجربه واحده في حياتها كلها، تجربه سلبيه، بس ربما يكون ان التجربه دي هي كانت بالنسبه لها كل الرجاله، فده راح ضاربها في مقتل، بقى الرجاله كلها خاينه. الرجاله ما يملاش عينيها الا التراب. طيب يعني في رجاله مخلصه جدا جدا جدا. طبعا اللي بيسمعونا دلوقتي بيضحكوا، لا اكيد خلص، ولا انت ما تعرفش حاجه، لا والله يا جماعه موجودين، زي ما في ستات برضو موجودين. ولكن خليني برضو اقول التعليق اللي هي قالته ده، قصه ان الراجل هو اللي تعبان في دماغه فهو اللي بيبقى مش عارف ايه، الست بتاخد هو ما بيديه شويه. هو الكلام ده صح جدا اذا كانت المراه هي اناء غير مثقوب، فاللي هتحطه فيه هتلاقيه سواء خير او شر. وانما احيانا بيكون عندنا احنا من قبل العلاقه اصلا ثقوب نفسيه في حياتنا، في ندبات نفسيه احنا عدينا بصدمات، عدينا بازمات، وبالتالي يعني محتاجين تاهيل نفسي قبل ما اتجوزوا. لازم الله ينور عليك. وبالتالي هنا الفكره ان انا ممكن ادي حب لزوجتي، ولكن لانها جعانه حب ومفتقداه من سنين طويله قوي ما يكونش كافي بالنسبه لها. كويس. والعكس لازم اختيار سليم الاول في أي قبل ما نختار خالص في العلاقه من الاول خالص. طيب عندنا استاذه اسراء شعبان بتقول انه المراه هي السبب في المشكلات، وبتعزي ده الى ايه؟ لان اغلب الستات ما بتستحملش مبررات الرجاله، واوقات تبرير بايه واوقات بتشوف بتكذب، يعني لو قال حاجه مبرر يعني بتكذبه عشان هي عايزه تصدق نفسها، وبيكون الراجل صادق وعشان عايز الراجل يعيش ليها وهي هي بس، وينسى كل اللي حواليه عشانها، مش بتسيب له المساحه الكافيه انه يشوف حياته اللي فيها ناس غيرها او توحشه حتى. بس في نوع اخر من الرجاله بيمتص غضب الست بكلمه حلوه، وده بيقلل المشاكل بينهم وبيخلي العلاقه تكون هاديه. يعني شايفه انه بتقول انانيه وحبها لجوزها، وهو بيفهمه ان ده اوفر منها، وهي ما ينفعش تدي اكتر عشان ما يملش بسرعه، خف حبه تزيد محبه. فكره ان الست خنيق بتخن الراجل، عايزاه طول الوقت موجود معاها، وده راي امراه. يا جماعه هو الحب وحش؟ يعني هو انا عشان بحبك ده حب ولا خنقه؟ لا مش خنقه خالص. يعني انت شايف رايها ده ايه؟ مين قال الحب خنقه؟ أيوة. مين اللي قال؟ لما يبقى خنقه بالمناسبه، بس ايه لما يبقى كده؟ بقى يعني خلاص انا 24 ساعه في 24 ساعه انا مراقباك ومتابعاك. في ناس بتفضل ده. لا هو اصل كل شيء بيزيد عن حد ويتقلب ضده يا جماعه. ما 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 احلى الاعتدال في كل شيء، حتى الاسلام ديننا دين وسطيه، يعني كل شيء بيزيد عن حد ويتقلب ضده. مش عشان انا بحبك يعني اخنقك، مش وانت رايح الشغل وانت طول الوقت انا مراقباك كمان. ده في ستات يعني لازم كتير ندي مساحة جدا من الحريه. طب ما هم ما بيدوش، ما انا عارف ان هو انا عارفين الصح ايه. يعني احنا دلوقتي بنتكلم انه اللي بيحصل مش صح،
لا ما هو احنا التعامل اصلا التعامل مولد له اصول وهو فن اصلا يعني. خلينا برضو نقول يعني ادي له مساحه من الحريه وكمان يديها مساحه لان هي غلطانه يعني. الستات في النقطه دي غلطانين. مش او عشان اللي عشان بتحب تبقى غلطانه. الفرق ايه؟ الفرق ما بين ايه؟ علاقه الحب بالتحكم والسيطره وحب انه يبقى موجود معاها طول الوقت. هي قالت هنا ان هي مش مديها فرصه يعني, مش بتديها له فرصه انه يعرف حد تاني. طب يعني يعرف حد تاني مين؟ يعرف حد تاني مين غير مراته يعني؟ هو لازم يعرف حد غير ستات؟ لا يعني ما يعرف رجاله اصحابه ماشي مجتمع. ما احنا ما قلناش حاجه, ما قلناش بس بيتخانق معايا. لا لازم يعرف. راجل جدا يعني. لازم يعرف. ما طبيعي لازم يعرف. انا بتكلم بلسان المشاهد. يعرف بتكلم بلسان يعني. يعرف يعني يعرف على اي اساس يعني؟ ما يعرفش اصل ما في. لا ما قصدتش يعني. ما هو في له زميلات في العمل ولو. لا ما قلتش كده. امال ايه؟ زميلات في العمل وقد تكون كمان ممكن تكون صاحبه المدام في البيت ما فيهاش حاجه. ولو قرايب وبنات ولو ناس كتير بيعرفها ولو في علاقات في العمل. ما قلناش ان هي تتخنق ان ما يعرفش ولا واحده ست غيرها. ولكن حدود المعرفه ايه؟ واصله لفين؟ يا فندم في انترنت طول الوقت شغال, واتساب وماسنجر وفيسبوك وكل الحاجات دي يعني سهلت قوي الخيانات. سهلتها. طب ما هو خليتها متاحه ومباحه طول الوقت. ثواني بس. الست اللي متجوزه, الست اللي بتخون يعني, الراجل اللي بيخون مع ست, الست دي اصلا عارفه انه متجوز. فلو هي اصلا ما قعدتش تلف حواليه مش هيخون. مين قال لحضرتك اني انا مش يعني مش مش الاثنين مسؤولين؟ يعني مين هنا السبب الخيانة؟ الست الاول ولا الراجل الاول اللي بيبدا؟ يعني الست اللي بيبدا. الست. ومين قال لك ان هو ما رماش شباكه عليها يعني؟ يعني هو احنا ليه بنقول ست ولا راجل؟ اللي بدا في الاول سواء ست او راجل هو غلطان. لاني انا عارف ان ده في بيته وفي مسؤوليه وفي ابناء, لازم انا احترم ده كويس قوي. ده الزواج ده ميثاق غليظ. ده رب العزه كرمه, ده رب العزه سماه الميثاق الغليظ عشان يوري الناس قد ايه هو يعني حاجه عظيمه وحاجه لابد ان تحترم وتقدس. يا دكتوره انا عارف انه الزواج ميثاق غليظ وعارف قيمه الزواج ونعمته وعارف كل ده. انا بس عايز اتكلم في نقاط واضحه بالنسبه للمشاهد. مش يعني دايما انا بحاول ابعد تماما عن الكلام المكرر والمحفوظ بالنسبه للناس. فكره انا عايز احدد دلوقتي مين السبب في المشكله وايه اسباب المشكلات عشان اخش طريق كده نقول للناس انتوا ماشيين صح او ماشيين غلط, ولو ماشيين صح نمشي ازاي. شوف هقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه لما يبقى يعني انا بشوف ان التدخل القرايب هو بيفاقم المشكله, بيخلي المشكله متفاقمه اكتر. يعني لكل مشكله لما تبقى بيننا وبين بعض بس احنا نحلها احنا الاثنين بس, ما ندخلش حد ثالث. اي طرف ثالث بيدخل بيبوظ المشكله, بيبوظ الدنيا. بيبوظ الدنيا حقيقي يعني. لانه مش فاهم الاطراف بالظبط يعني. ما انا وقت لو هم قاعدين في نفس الاسره بالظبط هتبقى مشكله اكبر. هتبقى مشكله اكبر. دي حاجه. الحاجه الثانيه بلاش تخلي المشاكل مدتها تطول. بتعمل رواسب وبتعمل وجع يعني. اول باول نحل المشكله, اول تفرغوا اول باول المشكلات. لازم يكون في حوار مرن بين الست والراجل. كويس. يكون حوار. لازم نتكلم مع بعض, نقول ايه مشكلتنا. انت زعلان مني, انا اقعد اتكلم معاك. وانت في ايه؟ زعلان مني في ايه؟ ممكن انا عملت حاجه وما اخدتش بالي يا اخي ومش واخده بالك انت زعلان اصلا. حسن الظن ممكن. انا ما صلحتكش. كويس. وانت لا زلت متضايق من جواك والعكس. يعني لازم اول باول ناخد بالنا ونقعد نتكلم مع بعض. ما في بقى في خرز زوجي بيننا وبين بعض, بقى في خرز. ما بقيناش نتكلم مع بعض, مش فاضيين نتكلم, تعبانين طول الوقت, هلكانين من كل حد فينا عنده مشاكل وعنده وجع وعنده مشغوليات. كويس. عشان وقت الحلقه قرب ينتهي. استاذه هاجر رضوان بتقول انه الراجل هو سبب المشكله. بتقول عشان الراجل بيكون متحكم في مشاعر الست. بمعنى كلمه واحده بتاثر عليها وبتحسن مزاجها, وطول ما الست مرتاحه نفسيا هتتحمل الراجل. لان الطبيعي للست اصلا انها تتحمل تتحمل خلفه وحمل وتربيه, بس كلمه جوزها هي اللي بتاثر عليها. فلو الكلمه دي حلوه هتلاقي الدنيا والنقاش بينهم كويس. كلام صحيح جدا. والرجل كذلك. وايه؟ والرجل كذلك. بمعنى هو برضه راجل ممكن يكون طالع ومبهدل الدنيا وخلاص بقى يعني جانسة معاه, ممكن بكلمه تلاقيه خلاص خلص الموضوع. طب تخيل اقول حاجه حلوه, مش عايز اقول اكتر. الراجل هو دايما ماسك زمام الامور يعني. دايما الراجل هو اللي يقدر يمتص الغضب. مش دايما هو اللي هو المفترض ان الراجل ربنا مديله برضه سمات اللي بيها يعني يمسك هو زمام الامور. هو راجل معروف اصلا. فانا لما دلوقتي الراجل مش عارف يمسك حاجه. لا ليه دلوقتي الراجل الموضوع راح منه خالص. لا 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 السترونج اند ويندد وومن خربت. لا 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 خرب السوشيال ميديا, بوظ العلاقات. لا 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 الراجل ماسك زمام الامور.
نعم السبب في ايه؟ كده هو راجل. خلينا نقول حاجه، فكره القوامه يا جماعه للرجاله دايما فاهمينها غلط. هي قوامه تكليفيه وليست تشريفيه. صحيح. مش انت افضل منها. اطلاق. التكليف ده بقى لما علاه درجه، علاه درجه علشان في حاجات هيقوم بيها الست ما بتقومش بيها. صحيح. في حاجات هي مفروضه عليه مش مفروضه على الست. صحيح. فهي لما تكون من نصيب راجل، وراجل ما يقومش بيها بمزاجه سواء غصب عنه او هو مضطر، بس ما قامش بيها في النهايه الست بتضطر انها تقوم بيها. صحيح. يعني اللي نزل الست سوق العمل ايه؟ غياب قوامه الرجاله، سواء كانت بقى بالمعنى الحقيقي او بالمعنى المبالغ فيه عند الست، عشان برضو ما نظلمش. ولكن صحيح. في النهايه مفيش ست من البدايات بقى قبل ما الفطره يبقى حصل فيها اللي حصل دلوقتي ده. زمان لو رجعنا للسبعينات او الثمانينات ما كانش فيه ست بتنزل تشتغل الا اذا كانت مضطره، لان اللي بيعولها مش موجود، والدها صحيح. زوجها اخوها صحيح. انما دلوقتي لا، الست الاعباء كتير قوي عليها، وبخلاف الاعباء كمان هي اللي كل اللي محتاجه تمتصه من مشاعر وعواطف ودعمه من البيئه المحيطه، من اصدقائهم، من بابا وماما، ما حدش فاضي لحد دلوقتي. دي حقيقة. فبتبدا تحس بذاتها بنفسها من الشغل. فما ينفعش بق المايه اللي هي بتاخده في وقت الجفاف كمان نمنعه عنها. ليه؟ شربني وانا هقعد في البيت. انا شايف ان دي وجهه نظر صحيحه جدا. هي في النهايه هو مش كلامي، هو وقرنا في بيوتكن. خرجتي من بيتك مضطره، الله يعينك، ولو نقدر نساعدك وندعي لك وندعمك. انما خارجه بقى من باب اللي فني هو بقى كارير لحياتي واني يعني انت ضد كارير ان هي تعمل كارير للمراه ما دام مش محتاجه. من غير ما ننزعج بس، والجنس اللطيف ارجوكم، من غير ما ننزعج من الكلمه دي. كارير المراه جوه البيت، بس لما تفهمي ايه المطلوب منك جوه البيت. يعني انت ضد فكره ان المراه تنزل تشتغل عماله على بطال بره البيت؟ بره البيت في ايه؟ لا كارير المراه جوه البيت وبره البيت. هقول لك على حاجه، مش احنا في بدايه الحلقه قلنا ان الاطفال المتشردين والناس اللي بتشتغل دول بسبب ان الام ايه؟ انشغلت. صدقيني الراجل مسؤول عن التربيه زيه زي الام، لكن الواقع العملي بيقول ان الام متفرغه اكتر. وبما اننا متفقين على ده والعلم موافق، مش دلوقتي، مش الزمن اللي احنا فيه. ايه علاقه مش الزمن اللي هي لان قلنا الحياه شراكه، هي بتشارك. لا خليني اقول لك، هي زي ما هو بيصرف هي بتصرف، زي ما هي بتتعب هي بيتعب. عشان لو هو قادر، هو لو قادر يمشي اموره ويودي الولاد مدارس كويسه ونوادي كويسه ودكتور كويس، تمام. ما كانش حصل كده. يعني ما حدش يقول يا رب، يعني ما حدش يقول يا رب انا، يعني بالمثل الشعبي البلدي يقول لك يا رب تعيس. ما حدش يقول كده. بالعكس، انا عايز انام مرتاح في بيتي واقعد والطلبات تجي لغايه عندي وابقى انا ست مرفهه جدا. ايه بقى هي الطلبات وايه الضروري منها وايه الرفاهي؟ خليني اقول لك ان الكلام اللي انا بقوله ده ناتج من يعني سنين طويله في الاستشارات. وخليني اقول لك ان في ناس ساعات بيكون فعلا هي بتشارك جوزها في الامور الماديه لانه مش قادر على متطلبات الحياه الاساسيه، البيزك ضايع، تمام. انما الزوجه بتنزل دلوقتي تشتغل عشان اغير الثلاجه، عشان اجيب عربيه، عشان نغير البيت. كل دي رفاهيات، انت مش محتاجه تنزلي وتخسري اللي بتخسريه وتضرينا في اللي بنتضر منه عشان تغيري الثلاجه، او يبقى بيتك احسن من بيت سلفتك، او بيتك يبقى احسن من بيت بنت خالتك اللي مهرها اعلى منك، والصراعات اللي بتحصل دي. يعني حضرتك عايز اقعد الست في طيب البيت؟ عشان لا، عايز اقعد الست في البيت مكرمه كما كرمها الاسلام، ان لم تكن في حاجه الى النزول. يعني المراه ما تنزلش الا في حاله الضروره. ده كلام استاذ محمود الحسيني، مستشار الصحه النفسيه والعلاقات الإنسانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. الدكتورة زينب أحمد نجيب، خبير اجتماعي واستشاري علاقات أسرية، أنا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، لا زال الحوار مفتوحا مرة أخرى إن شاء الله. الصراع ما بين الرجل والمرأة هو صراع على البقاء دائما وأبدا. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه الرجل والمرأة كل منهم له عقلية مختلفة، يفكر بطريقة مختلفة. لابد وأن يفهم الرجل طبيعة المرأة وأن تفهم المرأة طبيعة الرجل. كل الاحترام للمرأة، وكل الاحترام أيضا للرجل، وكل الاحترام للمجتمع إذا أراد أن يحترم نفسه. أنا شايف أنه في بعض الأحيان أن المجتمع لا يحترم نفسه ولا يراعي الحد الأدنى من التنشئة السليمة، وبدأنا نلجأ إلى أمور فرعية، منها أدور على أشياء لا قيمة لها في المجتمع. يعني مثلا ممكن أسيب بيتي وأسيب ولادي وأسيب الكلام ده كله وأنزل عشان أشتغل وأحقق حاجة ممكن تكون تحقيق النجاح في البيت أهم. بعض الأحيان بيكون الرجل لا يصلح للزواج ويروح يتجوز، يعني أنت غير قادر على فتح بيت أو إدارة أسرة، تروح تتجوز وتبهدل أسرة كاملة معاك مكونة من زوجة وأولاد لمجرد أن أنت عايز تتجوز وخلاص. فأنت تظلم المرأة وتظلم الأولاد وتظلم المجتمع. ودايما أقول إذا تزوج الشخصان
قبل ما نعمل فحوصات طبية لازم نعمل فحوصات نفسية على الطرفين للوقوف على مدى سلامة صحتهم النفسية وقدرتهم على الزواج ولا لا، لأن بشوف ناس أقسم بالله لا يصلحوا مش للجواز لأن هم يقعدوا مع بعض ساعتين الاتنين غير مدركين لده. أنا لست ضد عمل المرأة، ولكن ضد عمل المرأة الذي يؤثر على عماد الأسرة وعلى ثوابتها. إذا استطاعت المرأة أن تبني الأسرة وأن تنتج في المجتمع فنرفع لها القبعة وننحني لها إجلالا واحتراما وتقديرا، ولكن إذا كانت غير قادرة على ده أو ستقصر في البيت نقول لها بعد إذنك خليكي في البيت وانزلي في حالة الضرورة القصوى. دائما وأبدا أختم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال في خطبة الوداع، قال إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بنسائكم خيرا، كونوا رجالا حقيقيين وليس ذكورا. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقات قادمة أخرى، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.